الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا في اللقاء السابق عن الإعجاز اللغوي وأنه أبرز نواحي الإعجاز في القرآن الكريم، ولما كان حديث المؤلف منال القطار رحمه الله فيه شيء من الإجمال أو شيء من الأسلوب المقالي، فحتى نفصل صور الإعجاز اللغوي نذكر بعض القضايا المهمة التي تدل على إعجاز القرآن وتبين إعجاز القرآن في هذا الجانب المهم. فمن صور إعجاز القرآن اللغوي أن القرآن الكريم اشتمل على ألفاظ العرب جميعا ولغات العرب، فنجد في القرآن الكريم كلمات بلغة قريش، وفيه كلمات بلغة هذيل، وفيه كلمات بلغة تميم، وفيه كلمات بلغة هوازن، وفيه كلمات بلغة أهل اليمن، وفيه بلغات كثيرة أو كلمات كثيرة بلغة حمير، مثل وأنتم سامدون، قال ابن عباس السمود الغناء بلغة حمير. وهذا من خصائص القرآن التي لا يستطيعها البشر، لأن البشر كل واحد يتكلم باللغة التي يعرفها، فأن يأتي كلام بلغة العرب ثم يجمع لغات القبائل المتعددة هذا من صور إعجازه التي لا يستطيعها أحد. ولذلك بعض قريش كان يخفى عليها بعض الكلمات، مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما تلا سورة النحل في يوم الجمعة في الخطبة: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، نظر فقال: ما التخوف؟ فسكت الحاضرون، فقام رجل من هذيل فقال: يا أمير المؤمنين، التخوف في لغتنا التنقص، تخوف الرحل منا تامكا، تخوف الرحل منا تامكا قردا، كما تخوف عود نبعة السفن. فتخوف الرحل منا تامكا قردا، طبعا هذا بيت من أبيات الجاهلية قاله أبو كبير الهذلي: تخوف الرحل منا تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. المقصود بالتخوف التنقص، يعني تنقص الرحل. فإذا هذا من صور إعجاز القرآن اللغوي، إلى غير ذلك من الألفاظ التي وردت في القرآن وهي بلغات لقبائل من العرب. فهل يستطيع أحد من العرب أن يحيط بلغة العرب جميعا؟ لا يمكن، لا يمكن أن يحيط بلغة العرب جميعا بألفاظها وتفاصيلها، لا يمكن ذلك لأحد من أحد الناس. ولهذا تجد في القرآن الكلمة بلغة مختلفة، وتجد فيه تركيب نحوي بلغة من لغات العرب. فمثلا أحيانا نجد إعرابا على وجه وإعرابا آخر على وجه آخر، مثلا ما هذا بشرة، ما هذا بشرة، هذه تسمى ماء الحجازية. ف هناك من العرب من يستعملها استعمال ليس، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وهناك تراكيب بلغات لعدة قبائل أخرى. الشاهد أن هذا من صور إعجاز القرآن اللغوي. الأمر الثاني أن الألفاظ بلغت أعلى أنواع الفصاحة. طبعا والكلام الذي أقرأه لكم الآن مأخوذ من كتاب سبق أن وقفنا معه سابقا في وجوه الإعجاز، وهو شرح الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ. الوجه الثاني أن الألفاظ هي الأعلى في الفصاحة، والقرآن كله فصيح، يعني ليس هناك كلمة يمكن أن يقال بأنها أقل أو أدنى، أو هناك مواضع فيها يعني فصاحة ومواضع أخرى أقل، وإنما القرآن كله من أوله إلى آخره بلغ الغاية في الفصاحة، فصاحة في الألفاظ. والفصاحة راجعة إلى الكلمات جميعا، الأسماء والأفعال والحروف، حتى الحروف المقطعة ألف لام ميم في أعلى درجات الفصاحة. فمن خصائص القرآن التي دلت على إعجازه ومن صور إعجاز القرآن في الناحية اللغوية أن ألفاظه جميعا فصيحة، وما استطاع أحد من العرب الذين أنزل عليهم القرآن أن يعيب القرآن في لفظ مما فيه، كما عابوا كلام بعضهم بعضا، بل قال قائلهم: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، كما مر. إذا لا أحد يستطيع أن يعيب أي لفظ من ألفاظه، بل أقر له بأن ألفاظه أسماء كانت أو أفعالا أو كذلك الحروف كلها في الغاية من الفصاحة. ومن صور الإعجاز اللغوي في القرآن المعاني التي دلت عليها هذه الألفاظ. فمن خصائص القرآن الكريم ومن صور إعجازه اللغوي أن المعاني جاءت بدون أدنى قصور وبدون أي تناقض في القرآن كله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن لا يمكن أن يوجد فيه معنى ينقض معنى آخر أو يخالف معنى آخر، بل كله محكم متقن يصدق بعضه بعضا. فهذا أيضا تنوع المعاني. ومن ذلك أيضا
أن الألفاظ التي اشتمل عليها القرآن اشتملت على معاني متعددة، فيأتي اللفظ الواحد وله أكثر من معنى، وهذا من أسباب ثراء المعنى في القرآن الكريم، وهذا لا يكاد يوجد بهذه الصورة في كتاب غير القرآن. قد يوجد بعض الألفاظ التي يستخدمها الناس تدل على معنى معين، لكن يمكن أن تأتي بلفظ يدل على هذا المعنى. أما القرآن فيستعمل اللفظ لمعنى، مهما بحثت في الألفاظ لتأتي بلفظ يؤدي ما يؤديه هذا اللفظ هنا لا تستطيع. فهذا من أيضا صور الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. مثلا لما تقرأ مثلا قول الله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، حمولة وفرشا، الحمولة ما يحمل عليه، والفرش ما هو؟ يحتمل معاني، إما ما يركب، وإما ما يفرش عند الذبح، وإما يعني يستفاد منه عند الذبح، أو ما يتخذ منه الفرش الذي يجلس عليه. كل هذه المعاني دلت عليها هذه اللفظة وفرشا، لا يمكن أن تأتي بلفظة تدل على هذا المعنى من جميع الوجوه، إلى غير ذلك من المعاني أو الألفاظ التي تدل على معاني كثيرة. ومن تأمل القرآن وجد عجبا في هذا الباب، يأتي لفظ يدل على معاني متعددة ولا يمكن أن يكون هناك لفظ آخر يؤدي هذه المعاني. ومن الوجوه أيضا المتعلقة بالإعجاز اللغوي للقرآن ما يتعلق بالنظم، ما يتعلق بالنظم، نظم القرآن، وهو الذي تكلمنا عنه سابقا، وذكرنا أن بعض العلماء جعله وجه إعجاز القرآن الكريم، لأن النظم يتعلق بالألفاظ والمعاني وما يربطها من الحروف التي تصل بعضها ببعض. فالقرآن من أوجه إعجازه اللغوي النظم، فترتيب الكلام والآيات في القرآن وترتيب الجمل في الآية الواحدة يدل على أنه الغاية في البيان، ولا يمكن لبشر أو لا يمكن للجن والإنس كلهم لو اجتمعوا أن يأتوا بمثل هذا المستوى من النظم الذي جاء في القرآن الكريم. ومن وجوه الإعجاز أيضا اللغوي، وهذا يعني نختم به، أن هذه الألفاظ وهذه اللغة التي جاءت في القرآن لها سلطان عجيب على النفوس، بحيث تؤثر على السامع تأثيرا عجيبا فريدا. فإذا كان من أهل اللسان ومن أهل الذوق، بل حتى من الأعاجم أحيانا، فإنه يتأثر عند سماع هذا القرآن الكريم، بل ويبكي إذا كان ممن له قلب حي أو عنده يعني رغبة في الانتفاع بالقرآن الكريم. ولذلك جاءت آيات الاستماع في القرآن واقترن معها التأثر والبكاء، فكل آيات البكاء عند القرآن إنما جاءت مع الاستماع، وهذا يدل على قوة هذا القرآن على النفوس التي تتلقاه. ولذلك قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حتى ذكر بعض الكتاب وبعض المؤلفين أن خطيبا قام يخطب في سفينة من السفن وهم في سفر، فتلا أثناء الخطبة بعض الآيات، فكان يستمع إليه امرأة ليست من المسلمين ولا تتقن اللغة العربية، فكانت تستمع إلى هذا الخطيب وهو يخطب، فلما فرغ قالت إنك تقول أثناء كلامك تذكر كلاما له تأثير يختلف عن الكلام العادي الذي قبله وبعده، فعلم المتكلم أنها تقصد الآيات التي تقرأ. فالقرآن له تأثير، له سلطان على السامع، يؤثر عليه، لأن هذا القرآن كما قلنا سابقا ونعيد ونقول هو كلام الله تعالى، فلا شك أن له تأثيرا عجيبا على السامع. ولا شك أن هذا من صور إعجازه اللغوي صوت، الصوت والجرس الكلمات وطريقة الأداء أيضا وروعة ترتيب الكلمات تؤثر على السامع تأثيرا كبيرا، وخاصة إذا كان من أهل الذوق العربي والتأثر بالكلام وعنده حس لغوي، فإنه يتأثر تأثرا عجيبا. حتى لقوة هذا السلطان كان المشركون وهم يحاربون القرآن يوصون بأن لا يستمع إلى هذا القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأنهم يعرفون أن له تأثيرا كبيرا على السامع. وأيضا كان بعضهم من زعمائهم أبو جهل وغيره يتسللون في الليل خفية
لأجل أن يستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لما يجدون له من اللذة والتأثير عليهم، حتى إنهم إذا انصرفوا تقابلوا فيتواعدون على أن لا يعودوا، ثم إذا جاءت الليلة الأخرى يأتون لقوة تأثير القرآن عليهم لا يستطيعون الصبر عنه. وجبير بن مطعم رضي الله عنه لما استمع إلى آيات من القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في سورة الطور، قال لما بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير. فله سلطان كبير جدا على النفوس وعلى المستمعين، يدل على مهما وصفنا هذا السلطان فإننا لا نستطيع أن نصفه لأنه كلام الله وكفى. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الانتفاع بكتابه والتأثر به. هذا ما يتعلق بالإعجاز اللغوي. ننتقل بعد إن شاء الله إلى النوع الثاني من أنواع الإعجاز، وهو الإعجاز العلمي. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.